نعم خير، ايش عندك؟ كنت طالعة ورجعتني. اهدي اهدي، واضح ان الشغل متعبك. لا وايد متعبك. انت صاحي انت؟ احنا مناديني عشان تقول لي الشغل متعبك؟ هذه وصفة جبتها من دكتور، حبوب منشطة للذاكرة، ومو غلط بعد نعطي منها شهد. طبيعي ولا أهبل ولا شكلك كذا؟ وش اللي حبوب منشطة وذاكرة ما ذاكرة؟ ولا مينون؟ لا مو مينون، بس إني أنا هالكم يوم قاعد أحس إن ذاكرتكم قامت تخونكم، والدليل إن يعني عطيتوني اسم الكافيه غلط. لا احنا غلط غلط يا فولة غلط. اسم الكافيه اللي اعطيتوني اياه كان مسكر طول رمضان، شلون تفطرتوا؟